البوينت الثانيه في بعض الاقتراحات جات لي قبل كده في الاوفيس اورز كده. طب ما نقسمها تو ريجنز، مش ممكن اقسمها ريجن من واحد اثنين تمام، واشتغل ان دي كانها اثنين على اس فاهمين، واحل عادي في ريجن دايما واحد اثنين، وبعد كده احل تاني في ريجن دايما اثنين انفينيتي بعد يبقى زيرو. او ممكن صح تمام، هتطور بالظبط، هتطور مش بس هتطور عشان تحل مساله ولا اثنين، في حاجه اسوء كمان، انت لما تحل في ريجن هيبل واحد اثنين دي تمام هتجيب اكسبريشن عادي في التايم، بعد كده هتيجي هنا هتبقى عايز تقيس الكونديشن على الكباستور من هنا في الحته دي صح؟ هتجيبه منين؟ يعني معوض على التي سايكل ايه في انهي اكسبريشن؟ لا هو الاكسبريشن اللي طلعته للفولتج اللي هو فيه اوت صح؟ اه ده انا هرجع بالظبط، محتاج تجيب اكسبريشن تاني خالص للفولتج اللي على الكباستور الفانكشن في دي، وبعد كده تعوض على دي باثنين بالظبط. فطبعا فيكس اصلا حاجه ان الواحد ياخد دي كده اشتغل ايكويشنز. طبعا اسهل طريقه اللي كل الناس بتطبق انها انت بس صح؟ مشكله؟ Thank you.
موسيقى بالظبط 2 على 7 دي بقى كتير. اي اكسبرينشال مطلوب فيه في الاس دومين بيترجم لتايم شيفت صح ولا غلط؟ تايم شيفت 1 بيبقى 3 ماينس 1 ماينس دي باور ماينس 7 كام؟ دي بلس ماينس دي لما احب ارسمها اطول مني ارسم في حاجه مهمه بس نسينا حاجه يبقى ده في اوف تي ماينس 1 صح؟ في اوف تي ماينس 2 صح كده ولا غلط؟ حد وقع من الحته دي؟ احب ارسم دي طلب مثلا في ربنا سيبها ازاي؟ متخيل شكلها؟ يا اول فتاة تبقى عند الواحدة تبقى 8 على 11 يعني انا الاول كل الناس بتطلع الاول ان انا كنت زيرو لحد ما وصلت تسيب 1 صح ولا غلط؟ هو ده اللي السيرفس دي ما بلاقيش تطلع تبدا عند تسيب 1 وتبدا عند تسيب 2 بص دي بقت كام؟ 8 على 11 8 على 8 ليه؟ اولا الاكسبونشال ده ايه دوره هنا في الحته دي؟ اي انا بسال ده هل ليه دور هل بيعمل اي حاجه؟ لا ده لسه ما بداش بالظبط لسه بدا من هنا وده جاي هنا جاي في عوض الوان يعني ده ايه فورس؟ هتبقى ايه فورس؟ هما الوان اللي هي ايه فورس زيرو هيفضل تمام؟ بس هيفضل هيفضل ده اللي موجود لحد ما تيجي تساوي 2 هيبقى شكلي الاكسبونشال بيديكيت فالي ده كام؟ نعم عوض 8 على 11 اكس سكوير على 7 تمام عوض هنا عن 2 8 على 20 على 6 على 7 20 على 8 على 11 عندي 2 اللي لك اسئله ايه هو الصبر على 11 وده اللي كنت هسال فيه انا اللي جبته دلوقتي اللي هو في اوت 2 ماينس يعني ايه اللي ممكن على الشمال؟ اللحظة اللي هي قبل ما الستيب تيجي على طول ما كانتش لسه ده فاهم؟ يعني انتوا واخدين بالكم يا جماعة عشان في ديسكونتينيوتي بتحصل في الليمت على اليمين غير الليمت على الشمال صح؟ وده اللي حصل هنا يعني انا عند 1 النيجاتيف كنت لسه 0 عند 1 البوزيتيف بقيت 8 على 21 فنفس الكلام هيحصل هنا لما جبت الليمت اللي مع الشمال ده ان انا واقف لوحده بعد كده بقى هنا اللي هيحصل بالظبط ده هيخش معايا هيبقى عندي 3 تساوي 20 ناقص 2 على 7 بلس 20 ناقص 7 ناقص 2 على 7 ده اكبر من 0 ولا اصغر من 0؟ لما يتم انك سكتش ريسبونس مع الكلاينت تمام؟ دلوقتي يا جماعه مثلا خلينا نقول ايه؟ يعني في ريسبونس معينه مثلا لما يكون في فيرست اوردر سيستم يعني مثلا خلينا نقول عندي ايه معينه مثلا؟ في 1 ماينس في باور ماينس مثلا مش عارف ايه مع
لما تلاقي ريسبونس عامله كده مثلا دي في تي هل يوجد صعوبة في الدوري السنة يا جماعة؟ دي تقسم ازاي؟ اول خطوه كده يعني المنطق كده طبعا عندك
اكسليشن مش اكسليشن، ده شكله كانه جاي من ساين واحده صح؟ او كوساين يعني حاجه سنتيدر واحده صح ولا غلط؟ فانت اول حاجه ممكن تحول دي ازاي؟ عندك حاجه في كوساين بس حاجه في ساين. ازاي اخليها فيها فانكشن سنتيدر واحد؟ تمام. ده اول بس نحط القانون فيها اللي كنا شفناها. 16 ماينس 3 ماينس 16 عندي 16 بلس 14 بلس 25 7 وبعد كده دي اقدر احولها لفور اوف فور. هو في حد لسه ما بيعرفش يحول فور اوف فور؟ يعني ما فيش مشكله. هوبفلي يعني 15 دي المفروض يكون عندي مفروض في معينه ساين 7 الاي والفاي بيكتبوا ازاي؟ الاي روت ده سكوير ده بلس ده سكوير مظبوط والفاي 10 يونيفرس 10 يونيفرس او ممكن بطريقه ثانيه اللي انت اغلب الناس عارفينها برضه ان انت تكتب على جنب كده تروح في الكومبلكس اكتف بليتو تكتب 15 بلس جي 25 قانون 7 اللي هي الكوفيشنز دي تمام؟ وبعدين تحولها لبولر فورم هل يشمل هي الطريقه كويسه هي الفكره بس ان دي بتخليك مش محتاج انك تاخد بالك من الربع دي ميزتها تمام لو انت بتجيب الماجنتيود لوحده وروت سكوير بلس سكوير اوكي والفيس ده يعني بس تاخد بالك انت في انهي موقع وتجمع مين على اللي هو لو كان الاثنين ماينس صح؟ بالظبط لو كان الكوفيشن بتاع الكوساين نيجاتيف كنت هزود ماينس وتمنيه او اكتر من او باي ففي الجيز مثلا بتاعتنا بالارقام دي طلع ان عندي الـ A تقريبا 17.73 و5 تقريبا 0.562 اوكي احنا لسه احنا اصلا كان هدفنا ايه؟ كان هدفي اصلا الاول خلينا نمسك بيك بيك عشان واضحه تفتكر المعنى دي كده لما تحصل الكوساين دي هتبقى بكام؟ نيجاتيف بالظبط يبقى عشان النيجاتيف دي طايره معايا تمام؟ حلو الكوساين دي هتبقى نيجاتيف 1 لما اللي جواها يكون بكام؟ عامل ايه دي بالظبط اللي هي باي صح؟ او 3 باي او 5 باي اي مالتيبل من باي تمام؟ بس انا هاخد الباي ليه؟ عشان اول واحده بالظبط دايما اول واحده هتبقى اعلى واحده في الباسف سيركتس بتاعتنا اول واحده دايما اعلى واحده وده منطقي ان الاكسبوننشال بيديكي صح ولا غلط؟ على كل ما مشيت في التايم اكتر كل ما الاكسبوننشال تقل اكتر فاعلى بيك هتبقى اول واحده خلاص في مشكله دلوقتي هنجيب التي دي ازاي بقى؟ خلاص كل ما بقى انا هاخد الفيس ده من جوه واسويه بار انت عارف انها طلعت.
dann sei es an der Zielkraft. Das ist der Henry. Der Marsch.
الراجل بيتكلم في الكمبيوتر في مشكله دي سي طبعا قبل السويتش خالص بكام يا جماعه برضه مثلا اه لو الحاله اصلا اللي بيقول عليها مش هيمشي كارنت في السيرفر مش هي... لو عملت اللي هو سورس ترانسفورم مش الكارنت كله هيمشي في شورت سيركت الفولتج مع ده والفولتج مع ده فهو هيبقى في شورت سيركت في النص فالكارنت مش هيمشي ولا في ده ولا مش هيمشي في الريزيستنس دي ولا في الريزيستنس دي مش مشكله بس هي هيبقى ماشي 7 ماشي 7 امبير بس في شورت سيركت يعني مش هيبقى في انيشال كونديشنز اصلا شورت سيركت دي هو ولا انت عايز تجيب الكارنت اللي فيه يعني يعني لو انت شورت سيركت في دي سي ومع ذلك بنجيب الكارنت اللي فيه يعني مش مشكله صح؟ وهنا شورت سيركت كارنت مش تفرق مش هتفرق اوكي انسب طريقه حل انسب طريقه حل المساله دي موديل سيريز
ترانزيشن ايه في البوست يعني ده كده امن على اليمين وانا على الشمال حد مختلف معايا عنده مشكله في تحديد الدايركشن هو ما ارتكبهاش كده فالبوست ده يبقى نيجاتيف مع اليمين وهنا حد عنده مانع ان انا دلوقتي اعتبر الاي تو دي كده؟ هو بيطلع بس يا حاج مش كده؟ حد معترض مثلا بيقول ازاي افرضها هنا في الدايركشن غير ده؟ Thank you.
دي يمكن اخر فكره سيجنفكت يعني في الكونتنت فيو كور كلهم. هو مديني شكل السيركت كده تمام، وبيقول لي ان في ار اف تي دي داخله شكلها وبيها دي كل ريجنز. في طريقتين لحل المساله دي، في طريقه سهله وفي طريقه رخمه جدا ملهاش لازمه. حد يديني اقتراح لا ازاي؟ طبعا نعمل ايش كونديشن وكل الكلام ده اوكي. اولا انا مريت صفر كده مش في سورسز في السيركت خالص، وبالتالي الفولتج اكواس كلاس ده اكيد بيزيد. حد ماشي معايا؟ كله زيرو هو لحد التي بوينتس. بعد كده in terms of the eye, I'll be. That's all. That's all.